طيب استاذ ماجد شايف ان انه انتخابات النادي فكره القايمه والمستقل يعني مرشحين مستقلين او مرشحين بينتموا القايمه ده بيخلي العداله في الانتخابات مفقوده وهل تقدر تجاري القوائم يعني واضح ان في قوائم موجوده في انتخابات الزمالك هو بالنسبة للقوائم هي قوائم غير معلنة يعني حتى يعني اللحظة اللي أنا قاعد مع حضرتك فيها في ناس مجموعة معينة تقدمت بس أكيد قبلها بكام يوم هتعلن واجتمعوا وفي نفس الوقت برضو يعني في شيء من إيه من عدم الاتفاق على بعض الأشخاص فقصة القوائم هي موجودة. طيب هل ممكن جمعية عمومية تتفق على قايمة؟ على مدار تاريخ نادي الزمالك الماضي ده كله مفيش قايمة كاملة نجحت وده برضه يعني يدي لحضرتك إيحاء على وعي الجمعية العمومية. أنا عايز أقول لك الانتخابات اللي فاتت كانت فيه قوائم اخترق اللي نجح الأستاذ هاني العتال النائب أستاذ هاني العتال والأستاذ عبد الله جورج الاثنين قدروا إن هم بشعبيتهم في نادي الزمالك يبقوا موجودين وعلى فكرة بس عشان الحق يقال صاحب فكرة إن احنا نبقى بندي فرص لكل الناس وبهذه العدالة وبدون أي انحياز لأي حد هو هاني العتال مهندس هاني العتال وهو رئيس مجلس إدارة القناة. فالحقيقة الراجل يعني برضه عشان الحق يقال يعني أدي له حقه في الموضوع ده فهو زي ما أنت بتقول قدر يخترق فكرة القايمة. أنت عندك القدرة دي؟ أولا لما تعلن القايمة نبتدي بقى نشوف هل النهاردة القايمة دي لها قوتها على الأرض ولا هي مجرد يعني رأس قايمة بيحركها والأعضاء غير متوافقين. ما هي برضو فكرة القايمة انتخابيا لها ميزتها ولها عيوبها أو مميزاتها وعيوبها. فالطبيعي النهارده لما اجي اعلن ماجد الحنبلي والاستاذ محمد حمدي والاستاذ محمد شبانه في قايمه استحاله مثلا جمعيه عموميه هتتفق علينا مثلا احنا الثلاثه الا لو شايفه ان كل واحد موجود في القايمه يستحق ان يتواجد للصالح العام في المكان ده. نيجي النقطه اهم ما ينفعش ان انا النهارده يعني مش قصه قايمه والسلام يعني انا احط اي خمسه سته اقول ده قايمتي نجحوني بيها يا لا ما اصل النهارده يعني انا براهن على وعي الجمعيه العموميه في نادي الزمالك في حاجه الزمالك بيتقال فيه كده ينجح بقايمتي يا لا انا عارف وعي الجمعيه العموميه عارفه مين القادر على خدمه العضو ومين غير القادر على خدمته. اعتقد ان ديت يعني في نادي الزمالك من زمان يعني القصه دي بدليل مش بدليل الانتخابات اللي حضرتك ذكرتها المره اللي فاتت مهندس هاني العتال يعني جاب رقم ده اكتسح جاب رقم يكاد يكون مخيف 24000 تقريبا يعني جاب رقم في رقم ولا 26000 17 الاستاذ لا 24 ده 17 ده كان احمد سليمان انما هاني العتال 24000 كان 26000 بس الحاجه اكتسح النائب منصب النائب وكان احمد جلال ابراهيم الحقيقه الاثنين كسبوا منصب النائب وفي نفس الوقت كان الايحاء قبل الانتخابات مفيش انا اخشى ان انا بكون بدافع على الباشمهندس هاني العتال ولكن ده حقه يعني اخشى يقال ان انا جاي للدفاع ولكن برضو في للامانه لا والله ابدا يعني للامانه انا طبعا حد قال لك قبل ما تيجي قول ايه وما تقولش ايه اطلاقا حد قال لحضرتك واقول لحضرتك مفاجاه انا ما اعرفش ان الاستاذ هاني رئيس مجلس الاداره غير يعني مش عايز اقول لحضرتك من ساعتين ثلاثه لا يا راجل يعني هو بالعكس هو طلب ومن غير ما يتدخل ولا يعرف مين الضيوف ده حمسني اكتر عايز اقول لك على حاجه يعني لا يعرف مين الضيوف اللي بيجوا للنهارده ولا يعرف الاسئله ايه ولا هنتكلم بس هو الراجل قال يا جماعه هنبقى فير في انتخابات نادي الزمالك انا بقول لك ده حمسني اكتر الجمله اللي قالها الحقيقه لان ممكن يكون يعني باشمهندس هاني خارج المشهد ولكن في نفس الوقت بيدار بكل احترام بالنسبه للقناه او لجمهوره لانه هو له برضه جمهور شعبيه كبيره يعني طبعا. هاني العتال مش مجرد اسم تمام. لا في تاريخ طبعا في تاريخ في خدمات في اسره في جمعيه في نادي الزمالك في جمعيه عموميه في جمعيه يعني حاربت واختارته فانا برضه يعني ايه يعني قصه ان هو بره المشهد انت شايف المشهد اللي هو عمله ده نموذج بالظبط لا هي قمه في الاحترام ده اللي عايز تقوله يعني قمه في الاحترام انا بره الانتخابات ولكن انا الانتخابات بالنسبه لي فير انا اقصد اقول لك انت المشهد اللي المهندس هاني العتال عامله الانتخابات اللي فاتت وهو خارج القايمه
طبعا. ونجح، فانت شايفه نموذج انت ممكن اكبر اكزامبل انت ممكن تطبقه مثل انت ممكن تطبقه ده دليل ان نادي الزمالك مفيش قايمه مفيش قايمه النهارده بتشيل بعضها بالذات في نادي الزمالك. يعني انا مش عايز اذكر رايها من دماغها يعني مش عايز، لا جمعيه واعيه وجمعيه ما عندهاش ده صاحبي وده جاري وده عشان خاطري وده من فضلك وده يحلفه، ما فيش الكلام ده.